يقال أن الكرة لا تستقر على حال، شبيبة القبائل، فريق الله طالما سافر إلى وهران وهو يلعب من أجل اللقب، ولكن هذه المرة دخل ملعب أحمد زابانا وحاجته شديدة إلى النقاط الثلاث لتفادي شبح السقوط. وفي الجهة المقابلة دخلت مولودية وهران المحرومة من جمهورها المعاقب في هذه المباراة، وهدفها تحقيق انتصار تفك به عقدة التعثرات المتتالية التي قادت الفريق من المقدمة إلى النصف السفلي لجدول الترتيب. المرحلة الأولى عجز الفريقان فيها عن هز الشباك، والخجل الهجومي سيطر على أداء التشكيلتين إلا في بعض اللقطات التي لم تؤدي إلى أي نتيجة. بعد الاستراحة دخل لاعبو مولودية وهران بنزعة هجومية وتوزيعات حليمية وجدت رأسية موسي التي جانبت القائمة بقليل. حليمية عاود الكرة، ولكن هذه المرة تسديدا لا تمريرا، وكرته مرت محادية لمرمى الحارس عسلة. رد الشبيبة جاء في الدقيقة 60، يطو يوجه تسديدة وناطيش يتصدى. بولعويدة تغير زاوية التسديد وناتيش لم يغير من عادته. لندخل بعدها الوقت البدل الضائع للمباراة، هجمة مرتدة لمولودية وهران وبناي يضيع فرصة تحقيق الانتصار. بعدها أعلن الحكم بكواسة عن نهاية المواجهة كما بدأت، نقطة ثمينة للشبيبة فيما تبقى من مشوار، فيما تواصل مولودية وهران صيامها عن الانتصارات.